خلونا نروح بما أنه في رقم 7 بعد غياب 7 سنين. الحياة تعود لقرى سيناء، الأهالي بيرجعوا لبيوتهم في مدخل تجمعات الغراء، وده غرب مدينة الشيخ زويد. وجه أهالي قرية الغراء في جنوب غرب مدينة الشيخ زويد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على عودتهم إلى القرية بعد تركها لعدة سنوات بسبب الحرب على الإرهاب. أكد الأهالي خلال هذا الاحتفال اللي حضراتكم شايفين جانب ولو يسير منه، أنه الجانب ده بالمناسبة حصل له تنظيم أهلي زي ما بيتقال في مدخل القرية بحضور بقى عدد من رموز ومشايخ القبائل في مركز الشيخ زويد. وأكدوا على أنه الشكر موصول للقوات المسلحة المصرية، الشكر موصول لوزارة الداخلية والشرطة المصرية. ليه؟ لأن هم اللي طهروا هذه القرية، طهروها من الإرهاب وأدواته وسبله إلى آخره. الاحتفال نظمه الأهالي ده تضمن أغاني وطنية، رقصات شعبية وفلكلورية سيناوية، طبعا ده بجانب كلمات من المشايخ وكبار العواقل اللي أكدوا خلال كلمتهم في توجيه الشكر للقوات المسلحة ومختلف أجهزة الدولة. احنا معانا على التليفون الشيخ عبد المنعم رفاعي أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية. ازيك يا شيخ عبد المنعم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور يوسف؟ ومساء الخير عليك وعلى فريق العمل وعلى الساده المستمعين جميعا. مساء الفل عليك. مساء الفل عليك وحمد لله على سلامه اهالينا اللي رجعوا بيوتهم مره تانية. الله يسلمك للمره العشرة كمان لو انت عايز. انا بقول سعادتك يعني الافراح تتوالى على ابناء مدينه الشيخ زويد كل يوم الحمد لله، والناس بترجع لقراها بعد غياب 7 سنوات من الحرب على الإرهاب. عايز أقول لحضرتك يعني سعادة الناس لا توصف، لأنها رجعت بعد حرب وبعد اشتياق لكل حبة رمل على الأرض طبعا. وعايز أقول لسعادتك كمان يعني احنا مش عايز أقول لك يعني احنا نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حاجات كتيرة خالص، ولكن اتفضل. لا كمل أنا معاك. أنا عايز أقول لسعادتك أنه اولا انا عايز بنيابه عن كل ابناء سيناء وبالاخص مدينه الشيخ زويد والقرى اللي بترجع النهارده، اسمح لي من خلال حضرتك اوجه رساله شكر للزعيم، زعيم الامه مش زعيم مصر بس، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واوجه الشكر والتقدير والحب والامتنان لقواتنا المسلحه والشرطه وتحيه اجلال وتقدير لكل شباب واهالي سيناء اللي دعموا رجال القوات المسلحة والشرطة في تحرير هذه الأرض، وتحية إجلال وتقدير لروح الشهداء اللي ساد دمهم على الأرض سيناء، دمهم الطاهرة على أرض سيناء المباركة، وتحية للمصابين وتحية لكل من ساهم في هذا الحرب والعبور. أنا عايز أقول لسعادتك العبور اللي عبر به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قواتنا المسلحة في تحرير الأرض، أنا عايز أقول لك هي كانت حرب طويلة غريبة عجيبة قوية. 7 سنوات عدت على أهل سيناء، 7 سنوات عجاف، 7 سنوات حرب، 7 سنوات، ولكن أقول لسعادتك رجوع النهاردة الناس إحنا بالنسبة لنا خلاص ده عزانا الوحيد وده تهنئتنا وفرحنا النهاردة برجوعنا. إحنا مش هننسى اللي حصل طبعا، لأن إحنا الحمد لله رب العالمين كأبناء سيناء شاركنا قواتنا المسلحة والشرطة طبعاً في تحرير الأرض، وده تاريخ جديد يتكتب لأبناء سيناء وتاريخ يتكتب لقواتنا المسلحة والشرطة. وعايز أقول لسعادتك تاني إنه التاريخ لن ينسى هذا الزعيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرر الأرض. وعايز أقول لسعادتك كمان إنه كل يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بيثبت إنه سينا في القلب، سينا في العين المليانة، سينا هتتعمل حاجة حلوة، في تخطيط ورسوم ومشروعات بتبدأ تنموية على أرض سينا. وعايز أقول لحضرتك كمان أنا بمناسبة إن أنا أستاذن حضرتك إنه أنا أمين عام المجلس القبائل المصرية في شمال سينا، إن المجلس بقيادة رئيس المجلس الشيخ كامل مطر وأمين عام الجمهورية للشيخ إبراهيم العرجاني، إحنا عاملين احتفالية في عيد الشرطة في إسماعيلية إن شاء الله في فندق قوات مسلحة وليب يوم 24، عشان نقول للشرطة شكرا
عشان نقول للشرطه انتوا على دماغنا، عشان نقول للشرطه احنا وانتوا واحد. صحيح. وان شاء الله باذن الله برضو هنبقى معاك ان شاء الله من الاحتفال يوم 24 ان شاء الله. احنا هنغطي ده الاحتفال ده باذن الله. تحيا مصر يا شيخ عبد المنعم. الف الف شكر ليك الشيخ عبد المنعم رفاعي امين مجلس القبائل والعائلات المصريه. ايوه طبعا هو تحيا مصر، تحيا مصر باولادها، وتحيا مصر بينا كلنا، وتحيا مصر بجيشها وبشرطتها وبشعبها وبكل فرد وكل مواطن عايش على ارضها مستعد يبذل الغالي والنفيس عشان خاطر هذه البلد. ولا زلنا مع حضراتكم، كنا في سيناء، هنروح فاصل.